مشاهدينا، في كل عام تحرص المحافظات الموقرة على المشاركة في احتفالات العيد الوطني المجيد بفعاليات متنوعة من حيث الشكل والمضمون. وفي هالسياق يسعدنا استضافة الأستاذ يوسف يعقوب بلوري، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة. حياك الله. حياك الله أستاذ، نورنا. الله يسلمك. الله يحليكم، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. مشكورين على الاستضافة الطيبة. حياك الله. شكرا لك. في البداية أستاذنا، بنتكلم عن استعدادات المحافظة للاحتفالات الوطنية. طبعا أول شيء نشكركم على اللقاء ونرحب فيكم في السادة المشاهدين. وطبعا وفق توجيهات معالي وزير الداخلية ومعالي محافظ العاصمة، قامت محافظة العاصمة بالإعداد لباقة من المشاريع والبرامج، وخصوصا بمناسبة الأعياد الوطنية. فتم إجراء الاستعدادات لهذه الفعاليات. طبعا انطلقت فعاليتين، قمنا فعالية بمناسبة يوم المرأة احتفال محافظة العاصمة، وأيضا مع الجامعات الخاصة في مملكة البحرين كان عندنا احتفال جامعة العلوم التطبيقية، احتفال جدا مميز شاركوا فيه طلاب الجامعة، وأيضا احتفال الجامعة الأهلية اللي يتم سنويا بالشراكة مع الجامعة، وطبعا أحياء للتعاون مع القطاع التعليمي في مملكة البحرين، والشراكة الاستراتيجية بين المحافظة وهذه الجهات. جميل جميل. أستاذ يوسف، الطابع اللي تأخذ الفعاليات هذا العام يعني. طبعا احنا في محافظة العاصمة دائما نحرص على التطوير وإضافة أشياء جديدة للبرامج. هذه السنة راح تأخذ انطباعات مختلفة، فطبعا محافظة العاصمة كانت تركز على الفعاليات، تنوع هذه الفعاليات وكيف ممكن تتوجه لجميع فئات وشرائح المجتمع. عندنا فعاليات رياضية، فعاليات فنية، فعاليات اجتماعية وثقافية، هاي كلها إن شاء الله راح تكون في باقة من البرامج إن شاء الله راح تكون للجمهور، بحيث أنه يستمتع ويحتفل بعياد البحرين. حلو. أستاذ يوسف، ذكرت أن أنتم دائما تحاولون تجددون من مظاهر الاحتفالات، نبي نتكلم عن جديد هذا العام. طبعا احنا محافظة العاصمة عندنا العديد من البرامج. طبعا عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا فعاليات يوم غد ان شاء الله، مهرجان الدراجات النارية، هذه يعني جديد بالنسبة لنا. جميل. وراح يستقطب مشاركين عشاق الدراجات النارية من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول عربية أيضا، راح إن شاء الله يكون في الواتر جاردن يوم غد. وأيضا عندنا العديد من البرامج اللي إن شاء الله نكشف لكم في رزنامة البرامج اللي تقدمها في العيد الوطني. جميل والله. يعني عندنا مشاركات خليجية وعندنا مشاركات عربية، وأيضا الأجانب يشاركونا، يعني حلو هذا المزيج يعني للأمانة. أستاذ يوسف، احنا بعد مهم ان احنا نسلط الضوء على يعني التعاون اللي يصير بين مختلف الجهات الرسميه وايضا المحسوبه على القطاع الخاص والاهليه، لان يعني هذه تضافر الجهود ذي يعني احنا شيء نعتز فيه في سبيل انجاح يعني فعاليه غاليه على كل بحريني. طبعا اكيد مناسبه العيد الوطني المجيد، انتوا اكيد لكم تعاون مع جهات معينة، تكلمنا عن هذا الجانب. أكيد. طبعا الفعالية الرئيسية اللي راح تكون فيها محافظة العاصمة وهو احتفالات العاصمة بمناسبة الأعياد الوطنية، هي وبالشراكة طبعا والتعاون بين محافظة العاصمة وأمانة العاصمة، وشراكة استراتيجية مع مجموعة جي اف اتش. هو يعني مثال حي على التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. طبعا كل فعالياتنا تم تصميمها مبنية على الشراكة المجتمعية والتعاون مع كافة الجهات، سواء جهات حكومية خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني. عندنا مثلا غير الفعالية الرئيسية فعاليات بالتعاون مع المراكز الشبابية، وعندنا أيضا مع يعني نحاول نغطي جميع أفراد المجتمع. أنا حبيت بس أتكلم عن الفعالية الرئيسية إن شاء الله اللي راح تكون في تاريخ 14 ديسمبر. راح تكون الفعالية عبارة عن مهرجان في منطقة الهاربر اللي خلف المرفأ المالي، راح يكون في مدينة الأضواء، هاي لأول مرة إن شاء الله راح تكون في هذه الهاربر، منطقة الهاربر، والجمهور راح تكون مفتوحة للجماهير إن شاء الله من الساعة 4. وأيضا راح تكون في عروض لفرقة الشرطة الموسيقية لمدة كم يوم الله يسلمك؟ إحنا الفعالية إن شاء الله مهرجان العيد الوطني راح يكون يوم واحد تاريخ 14،
بس راح تستمر الفعاليات ل وهذه الفعاليه فعاليه الاضواء مثلا هذه بتستمر لراس السنه ان شاء الله في نفس التوقيت نعم في نفس التوقيت راح تكون مفتوحه جميل. فالكل يقدر يستمتع ويصور بالاضواء اللي ترمز لاعياد البحرين وهذه الفرحه اللي احنا يعني منطقه نشارك. الهايبر تحتضن طبعًا. فعاليه طبعا بتنظيم من طبعا وزاره الداخليه ممثله في محافظة العاصمة في منطقة الهايبر بشكل يومي من الرابعة مساء طبعا جميل. احنا عندنا ايضا بعد في تاريخ 14 يعني احتفالات العاصمة راح يكون ايضا نشهد اطلاق عرض الالعاب النارية الساعة 7 مساء وهذه يعني ان شاء الله احنا كلنا نحب الالعاب النارية في نفس المنطقة اللي هي في نفس المنطقة المالي. ان شاء الله في المتواجد المالي نعم الهايبر هو اوكي صحيح فهي نعم. المنطقة دي راح تكون فيها يعني تحتضن أكبر حدث في العاصمة اللي هو الألعاب النارية في تاريخ 14 فالجمهور يقدر يستمتع بالأضواء يقدر يستمتع بعربات الطعام اللي راح تكون موجودة بالبرامج الترفيهية بالموسيقى منتصف الليل ليه منتصف الليل يعني جميل. هذه فرحة في ذي اليوم فحبينا كثر ما نقدر أن الجمهور يستفيد بارك الله جميل حلو أن هذه الاحتفالات تناسب كل أفراد الأسرة أستاذ يوسف نبي نتكلم عن دور المحافظات في تكريس الحس الوطني عند أفراد المجتمع. طبعا يعني المحافظات ويعني بطبيعة عملها وهو عملها الأصيل هي التعاون والشراكة اللي يؤكد على موضوع ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة فيعني هاي صلب عملنا ان احنا كيف نحقق مبدا الشراكه المجتمعيه وايضا كيف ممكن احنا نشرك الاهالي والمواطنين ونعزز مبدا اللحمه الوطنيه فكل برامجنا مصممه على اساس هذا الاساس فيعني حتى خطه عمل المحافظه ورؤيته يعني رؤية المحافظة أن تكون محافظة رائدة ومتميزة في خدمة المواطنين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة فكل البرامج دي تحقق مبدأ المواطنة وأيضا أن نرفع اسم مملكة البحرين عالي. يعني هناك أيضا الكثير من احتفالات مشاهدينا لكن إحنا هم بيعلنون عنها في حينها طبعا وإحنا أيضا بنعلن عنها من خلال الأجندة اللي وعدناكم فيها يعني على سبيل المثال في الفستيفال سيتي وفي الواتر نعم. جاردن أيضا في فعاليات نعم يعني. في الواتر جاردن طبعا مع هيئة السياحة راح يكون في مدينة المهرجان في الواتر جاردن أيضا في عديد من الفعاليات عندنا مثلا راح نسوي لأول مرة ماراثون للمحفزين أو جمعية محفزين لذوي الإعاقة فهذا الماراثون يعني محافظة العاصمة تركز مو فقط على فئة على كل فئات المجتمع نعم. فحبينا نشرك ذوي الإعاقة أو ذوي العزيمة فراح يكون في ماراثون أيضا في منطقة الواتر جاردن يعني أهم شيء أن احنا نغطي كل شرائح المجتمع شميل. بارك الله في جهودكم للأمانة فعاليات متميزة وإحنا ننتظرها يعني على أحر من الجمر وأكيد احنا طبعا نبارك لكم هذه المناسبة وكل عام بخير وأكيد احنا باسمكم مشاهدينا نشكر الأستاذ يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة فاصلين وراجعين مشاهدينا فاصل وراجعين